انجاز السنه دي يعتبر انجاز كبير بالنسبه للجيل الحالي او المشاركه بالنسبه له في كاس العالم للانديه. ايه المكتسبات اللي اكتسبتوها من المشاركه دي، وهتستعدوا ازاي او هتفكروا ازاي ان انتوا تتاهلوا تاني كاس العالم للانديه وتحققوا انجاز اكبر باذن الله؟ اكيد طبعا استفدنا كتير طبعا. اللي انت بتلعب دلوقتي عرفت اللي انت يعني انت واصل لغايه فين، الليفل اللي انت بتلعب فيه. انت لعبت بطل اوروبا بايرن ميونخ، يعني فرقه جامده جدا. انت كنت بتشوف نفس مستواك واصل لغايه فين. الحمد لله احنا كنا قريبين منهم مش بعاد خالص، وبطل امريكا الجنوبيه، ولعبنا الدحيل بطل اسيا او بطل الدوري بتاعهم المحلي. يعني لا، انت لعيبه خدت خبرات وخدت ثقه زياده، خبرات في الماتشات ديت ان هم يلعبوا تحت ضغط ويلعبوا في بطوله كبيره زي كاس العالم. لا، لعيبه دي مرحله مهمه ليهم كبيره جدا، ومرحله لينا كلنا ناخد الايجابيات والسلبيات كلها نشتغل عليها. وبالنسبه لنا الفتره الجايه تبقى احسن، لعيبه ما تبقى واثقه من نفسها وتلعب في الـ في الـ في الاجواء ديت بتاخد ثقه اكتر. وان شاء الله هنكمل على كده، وعندنا بطوله مهمه، البطوله الجايه بطوله افريقيا وبطوله الدوري ان شاء الله نركز فيهم اللي جايين ان شاء الله.